السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. بدي أتشكر كل الناس يلي عم تدعمني بالقناة وعم تعطيني طاقة إيجابية لحتى إني كمل واستمر بهذا الموضوع إن شاء الله. في شغلة بس بدي أحكي لكم عليها، أنا قناتي بقيالها تقريبا 4 شهور لحتى أخلص المهلة تبع السنة اللي بتعطيها شركة اليوتيوب للمشتركين للمنشئين والأقنية الجديدة إنه يجمعوا 1000 مشترك و4000 ساعة، تمام؟ رجاء ثم رجاء ثم رجاء، يلي عم يشوف فيديو جديد وما له مشترك بالقناة، ما لكم خسرانين شيء، والله ما لكم خسرانين شيء، بس مجرد كبسة زر واشتراك بالقناة، لو سمحتوا اشتركوا بالقناة وخلونا نحاول يعني نجيب هالعدد قبل ما تنتهي هالفترة هي مشان ما يروح التعب على الفاضي يعني، تمام؟ ما راح طول عليكم، اليوم الفيديو راح نحكي عن يلي حابب ينزل ملف موسيقي من مكتبة اليوتيوب، تمام؟ اليوتيوب نتشكر هون عاملين مكتبة موسيقى خاصة للناس اللي بتحب تنزل موسيقى على فيديوهاتها، تمام؟ وبتحسن تنزل هذا الملف من قناة اليوتيوب، من عفوا شركة اليوتيوب ببلاش، تمام؟ وبتحسن تنزلهم عندك على قناة اليوتيوب والفيديوهات اللي بتعملها على اليوتيوب بدون حقوق نشر، ما عليهم حقوق نشر، تمام؟ بس في نقطة مهمة، تمام، راح احكيها هلأ وانا عم بشرح لكم الموضوع، اسمعوها وركزوا فيها لانه هي كمان طريقة مهمة جدا جدا من ناحية انه انت وقت عم تنزل ملف موسيقي من شركة اليوتيوب شو هي الشروط لانك تستخدم هذا الملف الموسيقي من شركة يوتيوب، تمام؟ فراح احكي عن هذا الموضوع انا هلأ، ما راح اطول عليكم هلأ، يلا خلينا نبلش. تمام، هلأ رح أحكي لكم على كيف أنه تحملوا ملفات موسيقى من اليوتيوب، تمام؟ هلأ أول شغلة رح تفتحوا على الصفحة تبعكم هون، تمام؟ بس تفتحوا على الصفحة تبعكم هون بيطلع لكم هيك، تمام؟ معروفة، فبتنزلوا على آخر شيء لهون، شايفين حاطين علامة موسيقى يعني أو شيء، بنفوت عليها، تمام. هاي هون كل شيء ملفات موسيقى موجودة على اليوتيوب، تمام. طبعا بتنزلوا انتو بتطلعوا هون بتسمعوا، مثلا انتو حابين تسمعوا الغنية انه هاي كيف شو وضعها، هلا بقلكم كيف. تنزلوا لتحت، شايفين هاي هون اللي عندكم، تقبسوا على هذا السهم بيقلب على الصفحة الثانية، هاي الصفحة الثانية تبع ملفات الموسيقى اللي موجودة باليوتيوب، تمام. تنزلوا بتنقلوا على اللي بعدها كمان نفس الشيء، هي كل شيء ملفات موسيقى. طلعوا هون على هذا الرقم، شايفين هون عم يقول لكم انه لحد الان 1240 غنية. هاي المكتبة اللي بيفوت عليها فيها حوالي 5000 او اكثر من 5000 ملف موسيقي، تمام. هدول الملفات الموسيقية كل مين بيحملهم من هاي المكتبة وبينزلهم على فيديوهاته ما عليهم حقوق، هدول مصرحين او هدية، خلينا نقول هدية من اليوتيوب لكل الناس اللي بحاجة يعني احيانا في حدا بيعمل مثلا فيديو بيحكي مثلا عن هدوء او كذا، بيحتاج ان الموسيقى تكون هادية مثلا، فهون بتلاقي حدا عم يحكي عن فيديو فيه جنان وصرع وضوج وكذا، في موسيقى هون ضايجة، حدا عم يحكي عن فيديو رعب او كذا او شيء، في هون ملفات، يعني في كتير شغلات موجودة بهي المكتبة الموسيقية تبع اليوتيوب، تمام؟ فهذا الموضوع عم بحكي عنه أنا اليوم للناس اللي بدها تحمل الملفات الموسيقى من اليوتيوب، تمام؟ هلأ مثلا بدنا نسمع الغنية، نحن هي مثلا نسمع أول واحدة، شو هي الغنية؟ بتكبس على هي لك التشغيل، سمعني؟ اشتغلت. مثلا انا بدي انزلها، بنزل لتحت لهون، شايفين هاي في عندي هون ملف السهم، بتكبس عليه او بتكبسي عليه يقوم تتنزل عندك الغنية فورا بملفات الموسيقى عندك بالجهاز او عندك بالجهاز، تمام. فهي موضوع التنزيل خلصنا منه، مثل ما قلت لكم يلي بده يقلب مثلا على الموسيقى يلي بعدها بامكانكم هاي على الصفحات هون، بتغيروا بالصفحات بتقلبوا على الصفحة اللي بعدها، تمام. وهون عندكم ملف انه تقلبوا على الغنية اللي بعدها،
أو ترجعوا الغنية اللي قبلها وتسمعوها. تمام؟ كتير سهل وكتير واضح. هاي بالنسبة لموضوع تحميل الموسيقى من اليوتيوب. تمام؟ هلا في عنا شغلة كتير كتير مهمة جدا جدا وموضوع كتير خطير بصراحة. إنه هذا الرقم هون عندي تبع المشتركين ما عم يطلع، ما عم يطلع ليش؟ يا ما بعرف، قناتي عادية مثلا أوكي، بس طب دعمونا، بالله عليكم دعمونا. بالله عليكم دعمونا. يعني هذا الرقم أنا أكون صريح معكم، أنا بقيالي 4 شهور لحتى خلص السنة تبع المهلة تبع شركة اليوتيوب، تمام، بتجميع الساعات وتجميع عدد المشتركين. يعني 4 شهور بقيالي لي أنا هلأ. يعني بهدول 4 شهور بتعرفوا كل مين عنده قناة بيعرف شو معنات انه لازم يجمع 1000 مشترك و 4000 ساعة. فاربع شهور يعني ناقصني لسه شي 200، ناقصني لسه شي، لا شو 200، ناقصني لسه شي 800 مشترك يعني تقريبا. فبمعيتكم يعني دعمونا بهذا الموضوع. تمام؟ نرجع لموضوعنا. في موضوع كتير هلا هالمرة عن جد، في موضوع كتير كتير مهم بالنسبة لموضوع تحميل الموسيقى من اليوتيوب. كل مين بيحمل ملف موسيقى من اليوتيوب وبينزله على فيديوهاته هو عم يعمل له مونتاج، تمام، بحق لكم تنزلوا هذا الفيديو فقط على اليوتيوب. كيف يعني فقط على اليوتيوب؟ يعني مثلا انتم نزلتوا هذا الفيديو على اليوتيوب، اموره بخير وكله تمام والموسيقى كلها تمام شغالة عليه. اذا بتكون تروحوا تنزلوه مثلا بصفحة الفيسبوك ما بيمشي الحال. ليش؟ لانه بيصير بيطالبوا فيه بحقوق، تمام، يعني بيطالب بحقوق، بيقول لك انه هذا الفيديو مثلا عليه حقوق لانه في عليه موسيقى من اليوتيوب، تمام. فهذا الموضوع لازم تنتبهوا له، انه انتم عم تستعملوا الموسيقى لملف باليوتيوب، اليوتيوب حاطه شروط انه هذه الموسيقى بس بتنزل على موقع اليوتيوب، ما فيك انك انت تروح تستخدمها لمواقع تانية، لانه حتروح تستخدمها على مواقع تانية رح يكون في عليها حقوق نشر، فما رح تستفاد من الموضوع شيء. تمام؟ هاي شغلة. شغلة تانية، في ناس عم تقلي مثلا بالفيديو اللي عامله أنا عندي على الصفحة، فيكم تفوتوا عليه، رح حط الرابط هلا أنا بالوصف عندي، اللي هو عم يحكي عن طريقة ربط القناة اليوتيوب مع الفيسبوك. تمام؟ في ناس عم تقلي بعد ما عم تعمل الطريقة وتخلص عم تقلي إنه الفيديو ما عم يظهر أو ما عم يطلع على شو اسمه، ما عم يطلع عندي على الفيسبوك. ليش؟ ممكن يكون في ملف انت اخذ منه موسيقى وحاطه مثلا على القناة، مشان هيك ما عم ينقبل بقناة الفيسبوك، تمام، او مشان هيك ما عم ترضى انه يعني يمشي حالة طريقة الربط. تمام؟ يعني هاي شغلة كتير مهمة لازم تعرفوها. تمام؟ يعني وقت اللي انتم عم تروحوا تعملوا مثلا الربط مع الفيسبوك وما عم يرضى يمشي الحال الربط او كذا، هي بتكون مشكله، لانه في ملف عليه حقوق او ملف عليه، مو شرط تكون الموسيقى تبع اليوتيوب، ممكن يكون عليه حقوق من 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 حدا تاني وانتم ما لكم منتبهين. وانا شرحت بفيديو كمان عن الناس اللي عم يعملوا اقنيه جديده لحتى يفوتوا ينتبهوا على الفيديوهات اللي عم يرفعوها ويعرفوا انه اذا في عليه حقوق ولا لا، لانه في ناس ما بتعرف. انا اكتشفت بصراحة انه في ناس ما بتعرف هاي القصة، انه في فيديوهات عليها حقوق ما عليها حقوق والقصص هاي. فانا رح احط كمان هلأ الرابط عندي بالوصف تبع الفيديو اللي شرحت عن هالموضوع هذا فيه. تمام؟ فهي الشغلة حبيت انا انبهكم عليها وتنتبهوا عليها، انه موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، موضوع الموسيقى اللي بتنزلوها من اليوتيوب هاي حصلا بتستخدموها للفيديوهات اللي بتحطوها على اليوتيوب. اذا بتاخدوها مثلا بتطبقوا للموسيقى على فيديو انتم مثلا طبقتوه بتكون تنزلوه على الفيسبوك، ما راح يمشي الحال. تمام؟ ما راح يمشي الحال، راح يقولكم الفيسبوك انه في عليه حقوق نشر من هاي شركة اليوتيوب، لانه هذا الملف الموسيقى من شركة اليوتيوب. تمام؟ فهذا الموضوع انا حبيت نبهكم عليه وقولكم عليه مشان تعرفوا الموضوع والثغرات. ففي كتير لسه ثغرات بهالمواضيع هاي، انا راح استكشف عنها اكتر وجيب معلومات اكتر عنها، ورح اعمل فيديوهات عن هالقصص كلها ان شاء الله بالنسبة للموضوع اللي عنده قناة على اليوتيوب، مشان تكون اموركم ان شاء الله وامورنا بخير وسليمة وما في عليها اي مشاكل، ما يروح تعبنا على الفاضي ان شاء الله. تمام؟ هذا الفيديو تبعي كان اليوم، بتمنى اكون فدتكم بالموضوع.
رجاء ثم رجاء ثم رجاء. قلت لكم أنا عندي 4 شهور لحتى أخلص الشروط، لو سمحتوا اشتركوا بالقناة واعملوا لايك، عم تنسوا تعملوا لايك ليش ما بعرف. تمام، بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.